تمكن فريق مولودية بجاية من تحقيق ثاني فوز له هذا الموسم عندما استقبل فريق شباب بلوزداد في مواجهة تاريخية بين الفريقين الذي لم يسبق لهما وإن التقيا في مباراة رسمية. الموب المدعوم بجماهيره التي تنقلت بقوة إلى ملعب الوحدة المغاربية لم تخرج منه خائبة. الجوية دخلوا اللقاء بقوة منذ الدقائق الأولى لكن كل محاولاتهم باءت بالفشل لنشهد أول فرصة حقيقية في الدقيقة العاشرة من ركنية رأسية بولعنصر يردها الحارس وضح والذي كاد في الركنية الثانية أن يتسبب في هدف للمولودية بعدما أخطأ الإمساك بالكرة لينوب عليه الدفاع في إخراج الكرة من خط المرمى الذي تجد رأسية يايا تعالوا العارض. قوة البجاية كانت في الكرة الثابتة هذه المرة رأسية بالعمرية يردها القائم الأيمن. آخر فرصة حقيقية للمواب كانت في الربع الأخير أين كاد يايا وبحركة فنية أن يفتتح باب التسجيل لكن كرته تجانب القائم. لينتهي الشوط الأول بسيطرة كلية لأبناء يما غوراي فيما اكتفى أبناء العقيبة بالدفاع. الشوط الثاني على نفس المنوال أبناء غاموندي تمركزوا جيدا في الدفاع بالاعتماد على الهجمات المعاكسة فيما حاول أبناء عمراني كل السبل للوصول إلى شباك واضح باستعمال الكرات الطويلة أحيانا والتوغل على الأجنحة في الأحيان الأخرى. أول فرصة للشباب كانت لحنيفي الحارس بربان يخرج الكرة إلى الركنية. الدقيقة 75 عمل جماعي منظم تسل الكرة إلى أكرور هذا الأخير يوزع نحو رحال. انظروا ماذا فعل رحال هدف من أجمل أهداف البطولة لهذا الموسم. لنشهد بعد احتجاجات عناصر الشباب التي أجبرت الحكم عابد شارف على إشهار البطاقة الحمراء في وجه بقجان. ينتهي اللقاء بفوز كبير ومستحق لأبناء الحمديين فيما يبقى الشباب يعاني هذا الموسم خارج الديار. باكم لا سيتياسيون اللي رانا فيها تشوف لازم علينا الفوز ومام ماتش نول ما يساعدناش في بلادنا ودرنا لامبوسيبل باسكو توت لا سومان وحنا مبريباريو فيه وش نقول لك ربي شاف فينا ونادو الفوز هذا لي سيبورتير تاعنا كاع الحمد لله على النتيجه باسكو نظن باللي جمهور كيما هذا يستاهل خير من هذا الشيء. نظن باللي اليوم فوز كان اولا تاع الجمهور واللاعبين. اللاعبين مشكورين كثير مش عمراني باسكو هما اللي اداوا الواجب في الملعب. الشيء الايجابي هو انه ذهنيات تبدلت. ذهنيات اللاعبين تبدلوا وداروا مجهودات كبيره سواء من الناحيه البدنيه سواء من الناحيه المعنويه خاصه في التربص اللي درناه الاخير. Aujourd'hui, c'est un match serré, c'est vrai. Je crois qu'on pouvait ramener un point, mais bon, le football c'est comme ça. Parfois, je crois qu'on était en face d'une coriace équipe. Ils ont joué avec un grand soutien du public.